يا صباح الخير والسعادة على حضراتكم. يوم جديد، حلقة جديدة، 8 الصبح. ابدأ يومك صح. خلينا نبتدي يومنا دايما بالأمل، بالابتسامة الحلوة، بالتفاؤل. من أهم الحاجات تفائلوا بالخير تجدوا. صباح الخير يا أيه. صباح الخير يا أسماء، وصباح الخير على حضراتكم. يوم جديد يا رب يبقى يوم سعيد. لا شك ان وجود الاطفال في البيوت حاجه جميله جدا، يعني بتبقى من اجمل الحاجات ان في طفل في البيت. حركات بالذات لو في السن الصغير، السن اللذيذ ده، حركات اللطيفه اللي بيعملها، اللي بيفاجئ بيها مامته وباباه، بيفضلوا يضحكوا ويصوروه، بتبقى حاجه لطيفه جدا. بس لكل حاجه وجهين، يعني زي ما انت بتبقى مبسوط بوجود طفل في البيت، الدوشه بتبقى من الحاجات، وشقاوه الاطفال بتبقى من الحاجات اللي يعني بتقدر راحة الأم والأب في البيت. أنت بتبقى على مدار اليوم ال 24 ساعة في إزعاج في البيت، أنت مش عارف تقعد في هدوء ولا تستجم، ولا بالذات الأمهات والله، يعني مش عارفة تشرب مثلا كوباية القهوة بتاعتها وهي لسه سخنة، الدنيا عندها بتبوظ. ومن الحاجات اللي بيقولك من المهم إن هي تبقى موجودة، إن البيت يبقى هادي، وإن البيت تقدر إزاي تقعد ولادك في هدوء علشان الأم والأب يستمتعوا بفترات راحة أو بفترات هدوء، خاصة في فترة الأجازة الصيفية. في فترة الدراسة تبعتوا الولاد على المدرسة، وبيرجعوا من المدرسة بقى مهدود حيلهم، فبيبقى الجو أهدى شوية. إنما في الصيف بيبقوا زهقانين وعايزين أنشطة يعملوها طول اليوم، وبالتالي بيقعدوا بقى يتشاقوا ويلعبوا. وإن كنت عن نفسي أنا بفضل شقاوة الأطفال عن إنه الطفل يفضل قاعد طول النهار على الكرسي او ماسك التابلت او الموبايل وقاعد ساكت وقاعد هادي وما بيتكلمش. انا عن نفسي بفضل شقاوة الاطفال. لكن في بعض النصايح والتوصيات اللي اتكتبت في جريدة اي نيوز البريطانية اتكلمت عن نصايح للام والاب عشان تخلي بيتك هادي ومريح للكبار في وجود الاطفال. خبراء متخصصين اتكلموا عن انه سلوك الاطفال ازاي نغيره. اول حاجة انك تغير سلوكك انت، يعني تراقب نفسك، شوف انت سلوكك فيه ايه محتاج يتغير، وبناء عليه سلوك الطفل هيتغير. يعني انا معجبة جدا جدا باللي انت قلتيه الحقيقة، لان فعلا اتفرجوا كده يا جماعة بتلاقوا ان الطفل ده عبارة عن مراية بتعكس كل حاجة موجودة في البيت. انت بتعلم ابنك من هو صغير ولا بنتك من هي صغيرة التليفون يرن. زمان بقى ايام ما كان الناس يعني بيستخدموا تليفون البيت، مش عارفة مين، لا قولي لها مش موجودة، قولي لها في الحمام، قولي لها نايمة، بتطلع كدابة بهدوء شديد كده. بتعلمه ان هو يبقى صادق في كل حاجه، بتعلمه ان هو يبقى هادئ. ما انت يبقى رد فعلك سواء الام او الاب دايما هادي، حتى في لحظات الغضب بتاعتك الطفل مش هيطلع عصبي، ومش هيطلع صوته عالي، ومش هيطلع ان هو هتعامل ولادك كويس، هيطلع يتعامل مع الناس بطريقه كويسه. هو مرايه، ده حقيقي. يا ايه كمان، علشان نبحث زي ما بيقول ايه كانت لسه بتتكلم، ان الاطفال لما بيبقوا في البيت اكيد بيبقى في دوشه، لكن ممكن ان انت تعمل بقى في وجود الاطفال هدوء في المنزل ازاي. دي اللي احنا هنتكلم فيها، في ان انت تبتدي تلاحظ الاطفال ده او الاطفال دول يعني بشكل ايجابي، بمعنى ان انت تبطل ان احنا لازم نكلم اطفالنا بشكل ايجابي دايما، نبطل طول النهار والليل ننتقد فيهم، انت ما عملتش، انت ما سويتش، انت غلطت، انت مش عارفه مين، انت نوتي، انت فيك، انت طول النهار لازم يبقى فيه تعاون، لازم يبقى فيه اهتمام، لازم كمان نهتم بلغة الكلام. لغة الكلام مهمة جدا. الواحد بيكبر في حاجات حصلت معاه هو 3 4 سنين يا جماعة وبيفضل فاكرها، فأرجوكوا لغة الكلام بتأثر بشكل كبير جدا في نفسية طفلك، ان هو يبقى عنده ثقة في نفسه، وان هو يبقى شايف نفسه كويس، وان هو يبقى شايف نفسه مش فاشل، وان هو يبقى شايف نفسه ذكي، وان هو يبقى شايف نفسه مميز. الحاجات دي كلها من طريقة الكلام. كمان ممكن ان انت تنتقده، زي ما احنا ما هو مش هنقول له بقى كل حاجة اكيد صح، بس تنتقده ازاي. ان انت على فكرة انا لاحظت ان انت ما سويتش سريرك النهاردة، انا لاحظت ان انت يعني مش مرتب لبسك، انا لاحظت ان انت محتاج ان انت تسرح شعر. ما هي نفسها ان انت قاعده منكوشه، روحي غيري، روحي اعملي، روحي سوي اوضتك. هي نفسها بتدي نفس المعنى، لكن الطريقه والاستجابه للطريقه هتفرق بشكل كبير جدا. هيشجع اطفالك ان هم يعملوا ده، وهيعملوه بحب، واعملوا معاهم، اقعدوا مثلا رتبوا الدولاب، اقعدوا اعملوا حاجه مع بعض، هيفرق بشكل كبير جدا. هيبقى البيت هادي، هيبقى البيت فيه اجواء لطيفه محبه جميله، وفي نفس الوقت هيبقوا اطفال اصحاء، ما يطلعوش يعملوا لنا مشاكل بعد كده. دايما يقولوا بيطلع بعد كده يعمل مشاكل في المجتمع، لا، هيطلع الطفل كده عنده ثقة في نفسه، وهيبقى هادئ، مش هيبقى عصبي، وهيبقى حاسس بحب. زي ما احنا بنقول لحضراتكم كده، صباح الحب وصباح الخير وصباح التفاؤل. يلا نبتدي حلقتنا، حلقة جديدة وتمانية.
حلقتنا وأولى فقراتنا الفقرة الخدمية مع حالة الطقس حسب بيان هيئة الأرصاد الجوية. النهاردة الطقس هيكون حار رطب نهارا على أغلب أنحاء الجمهورية، شديد الحرارة على جنوب سيناء جنوب البلاد، مائل الحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء. كمان لسه معانا للأسف الاستمرار في ارتفاع نسب الرطوبة، وده بالتأكيد طبعا بيزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع بقيم بتتراوح ما بين درجتين لثلاث درجات. كمان في شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري السواحل الشمالية ومدن القناة. خلينا نعرف تفاصيل أكتر من آية. إليك يا آية. شكرا لك يا أسماء. تعالوا نشوف بيان تفصيلي بدرجات الحرارة النهاردة على كل محافظات الجمهورية، والبداية طبعا من محافظات الوجه البحري وعاصمة جمهورية مصر العربية القاهرة. النهاردة درجات الحرارة فيها بتسجل 36 درجة العظمى هتكون، والصغرى 26، في فرق 10 درجات بين العظمى والصغرى، لكن مستمرة معنا ارتفاعات درجات الحرارة ونسب رطوبة، وده معناه شعور أكتر بارتفاعات درجات الحرارة عن المتوقع حوالي درجتين لثلاث درجات. يعني نتكلم في درجة الحرارة المحسوسة في القاهرة والعاصمة الإدارية و6 أكتوبر تقريبا 39 درجة. في العالمين الجديدة الأجواء أفضل كتير، 32 درجة، اسكندرية 33 درجة، أجواء مشمسة حارة بعض الشيء طبعا بسبب نسبة رطوبة هنشعر بارتفاعات درجات الحرارة. إسماعيلية 37، بورسعيد النهاردة 34 درجة وبتنزل برضو 10 درجات بالليل، دمياط 33 برضو 9 درجات ما بين الصبح وبالليل. شرم الشيخ والغردقة بتسجل النهاردة 40 درجة وبرضو نفس الفرق العشر درجات بين العظمى والصغرى في هذه المحافظات، لكن بتقل شوية نسب رطوبة في المدن المطلة على سواحل البحر الأحمر. وكلما اتجهنا جنوبا كمان، يعني شوفوا احنا متجهين ناحية الصعيد دلوقتي درجات الحرارة تزيد لكن نسب رطوبة تقل. الوادي الجديد النهاردة بيسجل 41 درجة، أكتر حوالي 14 درجة فرق بين العظمى والصغرى هناك، رفح 32 وطابة 36 درجة. خلونا نشوف برضو الفيوم 37 وبني سويف درجات حرارة مرتفعة، سانت كاترين 30 درجة. نتجه بقى للصعيد ونشوف المنيا وأسيوط النهاردة 38 في الاثنين، والأقصر النهاردة 41 درجة، أقصى جنوب مصر عند الأقصر وأسوان. هنشوف برضو أسوان النهاردة بتسجل كام، 42، وشلاتين 38، حلايب 37 درجة. ما زالت أسوان هي المتصدرة معدلات درجات الحرارة أو ارتفاعات معدلات درجات الحرارة النهاردة ما بين كل محافظات الجمهورية. طمن أكتر على حالة الجو معايا على التليفون دكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. أهلا بيك يا دكتور، صباح الخير. صباح الخير على حضرتك استاذه ايه وعلى كل الساده المشاهدين، اهلا بحضرتك. اهلا بيك. طمنا اكتر على حاله الجو، درجات الحراره دي مترجمه ازاي على ارض الواقع؟ درجات الحراره المحسوسه هتكون قد ايه في محافظات الجمهوريه؟ احنا طبعا الفتره دي بنشهد سيطره كامله لمنخفض الهند الموسمي بيأثر علينا بشكل كامل على كافه مناطق الجمهوريه. دايما لما بنسمع منخفض الهند يعني بنعرف ان درجات حراره مرتفعه مع نسب رطوبه ايضا عاليه، وبالتالي هيكون في فرق كبير ما بين درجات الحرارة المقاسة والمحسوسة بمعدل بيصل أحيانا إلى 4 درجات على بعض المناطق. يعني لو القاهرة النهاردة بتسجل 36 درجة بنشعر بها كأنها 39، ممكن كمان 40 درجة مئوية. زي ما حضرتك قلتي الرطوبة بتكون في أعلى درجاتها على السواحل الشمالية باعتبارها هي المطلة على البحر المتوسط، والكتل الهوائية كل ما بتمر إلى المحافظات الداخلية بتبدأ تبعد عن مصدر الرطوبة اللي هو البحر المتوسط، وبالتالي أقل نسب رطوبة بتكون على محافظات جنوب الصعيد، لكن في المقابل أعلى درجات حرارة طبعا على جنوب الصعيد. طوال الأسبوع ده درجات الحرارة على القاهرة بتتراوح ما بين 36 ل 37 درجة مئوية، لكن خلينا نقول إن يوم الأربعاء تحديدا ده هتكون أعلى درجة حرارة هنسجلها على مدار الأسبوع ده كله، وهي هتكون ما بين 37 يمكن كمان 38 درجة على القاهرة الكبرى، وبالتالي المحسوسة معاها ممكن توصل ل 40 درجة مئوية، مش هتكون فرق كبير ما بين اليوم ويوم الأربعاء، فرق يمكن غير محسوس، لكنها لو اتكلمنا عن درجات الحرارة المقاسة بتاعتها توصل ل 38. الشبورة المائية مكملة معانا الفترة دي زي ما احنا شايفين، هي خفيفة غير مؤثرة بشكل كبير. الرياح طبعا معتدله يمكن بتنشط احيانا خلال ساعات المساء، علشان كده دايما بننصح الناس بالخروج خلال ساعات المساء للمناطق المكشوفه او الحدائق العامه، كل ده بيقلل احساسنا بارتفاع نسب الرطوبه. ارتفاعات الامواج في الحدود المسموح بيها بتوصل ل 1.5 متر سواء على البحر المتوسط
او على البحر الاحمر، يمكن بعض المناطق من البحر الاحمر بتوصل عليها ارتفاعات الامواج ل 2 متر وكلها برضه في الحدود الامنه. نقدر نقول ان طول الاسبوع ده ان شاء الله مفيش اي تغير، مناسبه لاعمال الملاحه ومناسبه كمان للتنزه. انا بشكرك شكرا جزيلا دكتور محمود القيتي، عضو المركز الاعلامي لهيئه الارصاد الجويه، شكرا لك. حالة الجو، تعالوا نشوف المشهد المروري النهاردة من خريطة جوجل، كثافات موجودة فين، نحاول نتفاداها من طرق أخرى بديلة تكون تشهد سيولة مرورية. البداية معانا من صلاح سالم، طريق العروبة النهاردة ما فيهوش أحجام مرورية ممتدة ولا نقدر نقول إن هي مؤثرة على حركة المرور، هي كثافات متقطعة بامتداد صلاح سالم. لو وصلنا عند كوبري اكتوبر الجاي من اتجاه العباسيه لوسط البلد، الكوبري بيشهد سيوله مروريه، الاتجاه الثاني كمان، وكوبري غمره مفيش عليه اي احجام مروريه. بعض الكثافات المتفرقه في صلاح في عفوا شارع رمسيس بتزيد كثافات اعلى كوبري اكتوبر فوق محطه مصر تحديدا، مسافه بسيطه برضو غير مؤثره على حركه المرور. ولو انت مكمل على كوبري اكتوبر من بعد ميدان عبد المنعم رياض فالكوبري حاله مرور رائعه جدا. الكورنيش اللي جاي من اتجاه كوبري 15 مايو رايح ناحيه وسط البلد، الكورنيش زحمه جدا، انصحكم ما تاخدوش الاتجاه ده، لكن الاتجاه الثاني حركه مرور رائعه جدا. كوبري 15 مايو بالكامل ما فيهوش اي احجام مروريه، ولا جزيره الزمالك ولا في العجوزه ما فيش برضو اي احجام مروريه. لو انت مكمل على 15 مايو رايح ناحيه المهندسين في سيوله مروريه تامه في الاتجاه ده، ولو انت طالع المحور مرورا باسفل الطريق الدائري فبرضه في سيوله مروريه في الاتجاه ده، والاتجاه المعاكس كمان اللي نازل من المحور ناحيه ميدان لبنان مرورا باسفل الدائري برضه في سيوله مروريه عاليه في الاتجاهين. الطريق الدائري زي ما حضراتكم شايفين برضه ما فيهوش اي احجام مروريه، توصلوا بالف الف سلامه. وتعالوا نشوف مواعيد الصلاه.
مرحبا بحضراتكم مرة تانية. بالتأكيد الحدث الأبرز بالنسبة لكل البيوت المصرية الثانوية العامة، نتيجة الثانوية العامة، تنسيق المرحلة الأولى، تنسيق المرحلة الثانية، ويمكن امبارح كان ظهرت نتيجة تنسيق المرحلة الأولى والحدود الدنيا للدخول في العديد من الكليات وإيه الأماكن الشاغرة لسه للمرحلة الثانية. فالنهاردة برضو المرحلة الثانية خلاص بقت بتبتدي، وكل البيوت المصرية بالتأكيد اللي فيها ثانوية عامة هيكونوا متابعين عن قرب، لأن طبعا دي المرحلة زي ما بقول مش عايزة أقول مرحلة لكن مرحلة بالتأكيد مهمة في عمر أولادهم. بالتأكيد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أعلن أن المرحلة الثانية لتنسيق القبول بالجامعات هتبتدي غدا الثلاثاء يوم 20 أغسطس وتنتهي يوم السبت 24 أغسطس، وده هيكون بحد أدنى 265 درجة بنسبة 64.63% و230 درجة ده هيكون للشعبة الأدبية بنسبة 56.9%، وكمان هيتم إتاحة التقدم ل 286,088 طالب لشعبة العلم علوم رياضة، والشعبة الأدبية هتبقى 66,969 طالب وطالبة، بنتكلم في إجمالي 353,057 طالب وطالبة. يعني طبعا الأعداد كبيرة جدا جدا، المرحلة هتكون واسعة هتاخد أو هتستوعب عدد كبير جدا، وبنطمن برضو أولياء الأمور والطلاب إن بعد ظهور المرحلة الأولى في العديد من الأماكن لسه متواجدة لدخول طبعا أولادهم إن هم يلتحقوا بالعديد من الكليات. وعندنا النهاردة فقرة هنتكلم بالتفصيل على نتائج تنسيق المرحلة الأولى. يعني وإحنا قبل ما ندخل الحلقة كنت أنا وأسماء بنتكلم عن ذكرياتنا مع ظهور النتيجة والتنسيق والمرحلة دي، بس أنا عايزة أقول لكم إن بعد ما بيعدي سنين أنت بتكتشف إن والله ربنا اختار لك الأحسن. أنا ياما قابلت ناس مثلا كانوا عايزين يدخلوا هندسة وما جابوش مجموعة فدخلوا حاجة تانية، وبعد ما عدت سنين وبقى اشتغل وعمل يعني عمل بقى فلوس وعمل مستقبل وبقى عنده كارير بتاعه يرجع كده بالذاكره يقول لك والله انا ده كان احسن لي فعلا من اني ادخل هندسه. حقيقي. يعني اللي ربنا بيختاره لك انت ما بتبقاش عارف ولا شايف بكره فيه ايه، بس ربنا بيبقى عارف ومخطط لك الاحسن ومخطط لك الاصلح. فايا كان المجموع اللي انت جايبه، لحقت مرحله اولى، لحقت مرحله تانية، لحقت الكليه اللي انت عايزها او ما لحقتهاش، فهو اكيد ربنا اختار لك الاحسن وحطك فيه، فركز في اللي جاي، ارمي بقى اللي فات ورا ظهرك وركز في اللي جاي، وان شاء الله ربنا يوفق الجميع باذن الله. نروح بقى للصحه والسكان، وزاره الصحه والسكان، ودكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحه والسكان اعلن عن تقديم 26 مليون و235 الف وثلاث خدمات طبيه من خلال حمله 100 يوم صحه من اول ما اطلقها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء. اطلق النسخه الثانيه لهذه المبادره او هذه الحمله كانت يوم 31 يوليو 2024 ومستمره، او بنتكلم على الخدمات اللي تم تقديمها دي لحد مساء السبت 17 اغسطس في جميع محافظات الجمهوريه برعايه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. دايما بنتكلم مع حضراتكم على الانترنت وعلى المشاكل اللي ممكن بيعملها وجرائم النصب الالكتروني اللي انتشرت بشكل كبير جدا جدا في كل المجالات. يعني دايما وخصوصا بقى الستات يعني اللي بيحبوا ان هم يدخلوا على الانترنت وتعمل الشوبينج بتاعها، ففي مثلا تدخل تلاقي على موقع لاحدى مثلا، وانا حصل فيا ده بالفعل، يعني موقع احدى المحال التجاريه الكبرى وعامل تصفيه وعامل سيل ومش عارفه ايه، وارقام بقى رهيبه، بتدخل فرحان بقى وتنقي الحاجات وتعمل اوردر ما حصلش، ويطلع في الاخر كل ده نصب ويتنصب عليك ويتاخد مش بس فلوسك لكن كمان يتاخد كل البيانات بتاعت البطاقه بتاعتك. فلازم تخلي بالكم، خصوصا كمان دلوقتي بقى الموضوع ده بتلاقيه مثلا في كل حاجه، في كل حاجه في حياتك. ممكن تدخل يعني تحجز حفله، ممكن تدخل تحجز رحله للسفر اي مكان، فلازم تاخد بالك من وسائل الاحتيال
الاحتيال الالكتروني اللي انتشرت بشكل كبير جدا. لازم تتاكد ان انت على الموقع الرئيسي والاساسي والحقيقي للجهه اللي انت بتتكلم عليها، سواء كنا بقى بتتكلم عن سياحه، كنا بتتكلم عن رحله، تتكلم ان انت على المحال التجاريه المختلفه. فلازم تاخد بالك. تاخد بالك ازاي؟ ده اللي هنحاول نعرفه من خلال ضيفنا الكريم عبر زوم، مهندس احمد طارق خبير امن المعلومات. صباح الخير يا باشمهندس، واهلا بيك. صباح الخير على حضرتك وصباح الخير على الساده المشاهدين يا فندم. اهلا بيك يا باشمهندس، وقول لنا ازاي اعرف ان انا دخلت على الموقع الغير حقيقي لاي مكان بقى، انا داخله بعمل شوبينج او بحجز تذكره سفر او بحجز تذكره حفله او ما شابه، ازاي اعرف ان انا على موقع غير حقيقي وان انا بيتم عمليه نصب عليا؟ الحقيقه قبل ما ابدا ان ازاي نعرف، انا بس بناشد كل البيوت ان هي بطريقه بسيطه كده مبسطه، اي لينك بيجي لكم تاخدوا بالكم منه، لانه اي ترند بيحصل سواء في التسويق الالكتروني، سواء في العروضات التسويقيه، في عروضات الموبايلات، عروضات السوبر ماركت، حجوزات الحفلات الغنائيه والحفلات المسرحيه والسينمات، دي كلها دايما بتحصل فيها ترندات. يعني بيحصل فيها مثلا فيلم جديد يقوم الناس داخلين حاجزين، فبالتالي هنا الهاكر او التصيد الالكتروني بيكبر بعمليه اسمها الفيشنج او التصيد الاحتيالي، اللي هو بيضحك عليك عن طريق الهندسه الاجتماعيه. المفهوم ده اللي احنا وضحناه اكثر من مره وابوابه كثيره، وبيوهم لك انه اللينك ده تبع الحفله اللي حضرتك عايز تاكلها، او بيوهم لك انه الرابط ده هو اللي هيلبي لك احتياجاتك من السوبر ماركت وغيره. فبالتالي اللينكات بتكون شكلها متشابهة، وطبعا مش كل الناس خبراء أمن البيانات عشان خاطر تشوف اللينك ده فبرك ولا لا. فالطريقة مبسطة ازاي بقى؟ ايوه، اعرف ازاي ان اللينك اللي دخلت عليه او الموقع اللي انا عليه دلوقتي غير حقيقي؟ حلو جدا. الرابط هيكون مكون من ثلاث اجزاء. اول جزء اللي هو اسمه https ايوه نقطتين / www.اسمالموقع.com، دي اجزاء الرابط السليم الاصلي. الاجزاء دي لو اتلعب فيها ونقص حرف وتشال حرف لازم نشك، بس عشان ما صعبش النقط دي للساده المشاهدين جايب لكم طريقه مبسطه وسهله قوي. أيوة. انه اي رابط بعد كده يجي لكم على الواتساب او يجي لكم على اي سوشيال ميديا من اخوك من قرايبك من اي حاجه، تدخل على الرابط، قبل ما تدخل على الرابط ده هتنسخه، هتدخل على موقع البحث العالمي وتكتب فيروس توتال. انا عايز كل الناس تطلع كده ورقه وقلم وتسجل الموقع ده وتحفظه. أيوة. زي اسمها فيروس توتال. فيروس توتال تيجي سبيلنج يعني في اي ار يو اس POTAL فيروس توتال. الموقع ده موقع عالمي مصنف ضمن افضل ثلاث مواقع عالميه، وكل خبراء امن البيانات بيستخدموا الموقع ده للكشف عن الروابط الوهميه والغير وهميه. حتى الغير وهميه برضو بيتم فبركتها ازاي؟ يعني مثلا انا دلوقتي احنا عند بعض على الواتساب كمثال، وبعثت لحضرتك اغنيه على اليوتيوب، اغنيه عاديه جدا، لينك يوتيوب يفتح لك الاغنيه وكل حاجه حقيقي، لكن الرابط ده بيكون مثلا بيكون متلغم، يعني محطوط في الخلف، متحمل عليه فيروس. بالظبط كده، محطوط في الخلف ادوات، الادوات دي ممكن تعكس الرابط ده لمواقع تانية وتوهمك انه المواقع دي هي الاصليه او هو اليوتيوب بس فتحولك على شكل ويب. فاللي بيكشف ده كله موقع اسمه فيروس توتال. الموقع ده كنز لازم يكون في ايديكم، بحيث ان انتوا دايما تكونوا موجودين على حذر تام. وطبعا البطاقات الائتمانيه والتسوق الالكتروني، انا ما افضلش خالص ان انتوا تخلوا بطاقاتكم الائتمانيه محفوظه في اي موقع، حتى ولو البطاقه الائتمانيه دي للدفع مره واحده، اللي هي مسبقه الدفع، اللي هي وقت ما تكون عايز فيها وبتحطه، وده افضل مثال ان انت تكون عليه اصلا. يعني اي حد عايز يشتري من الانترنت لا مانع من ذلك، بس اهم حاجه البطاقه الائتمانيه تكون وان تايم. وان تايم يعني ايه؟ يعني تروحوا البنك بتاعكم وتطلعوا بطاقه ائتمانيه ثانيه زي اللي بتبقى خاصه للشراء عبر الانترنت. بالظبط كده، تختلف من شخص لشخص، لانه في ناس مثلا بتحط بطاقتها الرئيسيه وتدخل تتسوق الكترونيا على الموضوع ده وتفضل تشتري في حاجات والبطاقه بتكون محفوظه. اول ما بيحصل تسريب للموقع الرئيسي ده بتتسرب بياناتك كلها معاها البطاقات الائتمانيه. احنا عندنا على الشاشه دلوقتي شايفين موضوع اللي هو فيروس توتال موجود بالفعل. صحيح.
فيروس توتال هو الموقع اللي حضراتكم شايفينه ده، موقع سهل جدا، مش بس بيكشف على اللينكات المفبركه، لا ده ينفع ترفعه برضو بفايلات البي دي اف اللي هي بتكون مصاحبه بفيروس معين او بتكون متلغمه بفيروس تاني. متلغمه دي كلمه بلغتنا احنا كخبراء امن بيانات، بتكون في الباك بتاعها او في الباك اند بتاعها بيكون مثلا في حاجات انتم مش شايفينها بتنزل على الموبايل، ممكن تتثبت تاخد بيرميشنز او زونات تأذي بياناتكم. طيب البعض بيتساءل لما بيجي لي مثلا لينك او ما شابه، مجرد ان هو يتم تحميله هل ده بالفعل بيحفز او بيبقى خلاص ان هو الفيروس ده اشتغل، ولا ان انا لازم افتحه؟ لان في حاجات بتبقى بتعمل عمليه تحميل الاول وبعد كده بتفتحها، فمجرد ان هو دخل وحمل لوحده، لان دي بتبقى اوتو يعني او يعني بشكل طبيعي، فان هو مجرد ان هو بيوصل بيتم تحميله او الداونلود بتاعه بيبقى خلاص كده الفيروس وصل، ولا ان انا افتح لينك؟ انا عايز اوضح برضو نقطه، انا بحيي حضرتك على السؤال ده، في نقطه لازم اوضحها كويس قوي. مع تطورات التقدم التكنولوجي دايما بنلاقي تقدم في المساوئ الالكترونيه والطريقه العكسيه في الاستخدام التقني. ففي لينكات دلوقتي موجوده للاسف الشديد بمجرد بس ما تدوسي عليها وتدوسي على الله او مثلا تدوسي على موافق اللي بتيجي في بدايه اي موقع، في كتير ناس بتقع في الموضوع ده. بنقدر نشوفك صوت وصوره ونسمعك ونعرف مكانك عن طريق بس الرابط ده، تخيلوا بس، عن طريق اللينك نقدر نعمل الموضوع ده. وفي برضو لينكات ممكن تحمل لكم العاب او برامج، البرامج دي تكون مفبركه بتثبيتات من ايديكم انتوا بموافقتكم انتوا، فالحاجات دي بتكون مفبركه وبتاخد اذونات. الناس ما تستهونش بالكلام ده لان الكلام ده بيقع فيه ناس كتير قوي، ولا ما كناش احنا كتخصصات كنا موجودين في الموضوع. طب ما فيش طريقه زي زمان كده اللي هو زي الفاير وول، يعني الحاجات بتاعت زمان، ما اعرفش دلوقتي ايه اللي موجود طبعا بالنسبه للهندسه، حضرتك اللي خبير امن معلومات، ان انا اخلي ده يتمنع اصلا من الوصول لتليفوني، مش ان انا بس ان انا ما افتحش اللينك او شابه، لكن اعمل كده فاير وول ما يوصلش المعلومات او اللينك دي او الحاجات دي توصل للتليفون بالفعل؟ حلو جدا، فيه وهجاوب على حضرتك، لكن قبل ما اجاوب لازم الناس كلها تعرف ان اللينكات اللي بتيجي مش كلها عباره عن تحميل، ممكن يكون اغنيه على اليوتيوب، فده حلها فيروس توتال زي ما قلنا. الشق الثاني من كلامنا اللي هو لو في فاير وول على الموبايل يمنع بقى التثبيتات والحاجات دي، أيوة. طبعا في برنامج اسمه AVG ده مختص ومسؤول بالانترنت سكيورتي، أيوة. والجهاز AVG ده يمشي على الاي او اس ويمشي على الاندرويد، الحاجات دي مصنفه عالميا ضمن افضل ثلاث برامج او افضل ثلاث مصنفات بتحمي بياناتكم واجهزتكم. وطبعا انتوا كده على الطريقه القصوى، ولكن ما فيش نظام تشغيل امن بنسبه 100%، انت لازم تاخد احتياطاتك دايما، لازم تكون انت خبير امن لبياناتك برضه. طب خلينا بقى لازم تشرفنا مره ونتكلم على الموضوع ده بالتفصيل، لان الموضوع مهم جدا، ما دام فيه بالفعل حاجات كده يبقى لازم نبقى على درايه بيها. شكرا مهندس احمد طارق خبير امن المعلومات، شكرا لوجودك معانا. يعني احنا بقينا في عالم او في عصر التكنولوجي، وانت تقدر تعمل شوبينج او اونلاين شوبينج من اخر حته في الدنيا وانت قاعد على كنبه بيتكم، وبقينا كسلانين. يعني الوجه الاخر للتكنولوجيا ان انت تقدر تشتري وتعمل معاملات بنكيه وتشتري حاجات من كل اللي هتشتري، لبس تشتري حاجات البقاله تشتري اي حاجه وانت قاعد مكانك، ده حاجه ايجابيه طبعا عشان لو انت ما عندكش وقت، لو مش لاحق تنزل او لكن على الاذر سايد ليها او على الجانب الاخر ليها سلبيات كبيره قوي، ان احنا بجد بقينا كسلانين، ان احنا بقينا بنكسل نقوم من مكاننا. يعني ممكن فكره ان انت تنزل السوبر ماركت تشتري طلبات البيت، اديك بتحرك نفسك شويه، بتجدد نشاطك، بتجدد طاقتك، زي ما بيقولوا كده في الحركه بركه، لكن قله الحركه خلت بقى فيه مشاكل بتظهر عند الجيل ده ما كانتش موجوده عند الاجيال اللي قبل كده، زي مثلا وجع العظم. يعني الجيل ده بقى بيشتكي من العظم طول الوقت، يعني واحنا صغيرين كان دايما اهالينا يقولوا لنا اشربوا اللبن علشان عظمك يكون قوي، علشان ما تشتكيش من الم العظام، عشان ما يجيلكش هشاشه عظام لما تكبر. لكن وبكل اسف نسبه كبيره من الجيل ده بجد تلاقيهم طول الوقت بيشتكوا من عظمهم، بيشتكوا من الام الرقبه، بيشتكوا من الام الظهر. ليه ده بيحصل؟ هل احنا لانه ما بنتحركش كتير فعلا، ولا احنا ما بنتغذاش كويس، او ما بناكلش اكل صحي، ولا اللايف ستايل بتاعنا ماشي بنظام صحي يقدر ان هو يحافظ على صحتنا؟ هنعرف التفاصيل مع دكتوره ماري شهيد استشاري التغذيه العلاجيه. اهلا بيكي يا دكتور، صباح الفل.
صباح الفل. صباح الفل يا ايه، صباح الفل يا اسماء، عاملين ايه؟ صباح الفل يا دكتور. مبسوطه قوي انا بكلمكم الصبح. احنا مبسوطين اكتر يا دكتور. ايه السبب الاول اللي بيخلي ناس كتير في اعمار صغيره شباب بيشتكوا دايما من الام العظم؟ طبعا احنا اعتدنا على ستايل اوف لايف مختلف. احنا بجد يعني بدايه كانت حلوه قوي ان احنا ابائنا كانوا بيهتموا بصحتنا اكتر من دلوقتي، احنا فعلا مش مهتمين بنفسنا اكتر. طبعا سوء التغذيه يعني في عناصر كتير من الاكل احنا مفتقدينها جدا، مهتميه بالكالسيوم طبعا، الجنك فود دخل فبقينا نهتم بالفاتس اكتر وبالنشويات، بنهتم نفقد المعادن كتير، عشان كده الكالسيوم بقى مفتقد، بلس ان الفيتامين د برضه بالنسبه لنا قليل، فبالتالي امتصاص الكالسيوم للجسم برضه قليل. دخول المياه الغازيه في حياتنا برضه ده بيفقد كتير من امتصاص الجسم للكالسيوم. عوامل كتيره جدا، خليني اقول لك على جزء مثلا من العناصر الغذائيه اللي ممكن تكون يا ريت تفضلي يعني موجود فيها الكالسيوم، عشان الناس بس الصبح كده تاخد بس يعني معلومه صغيره، يعني لو حد عنده مشكله في الكالسيوم يبتدي يدعم اطفاله او يدعم نفسه هو بالاكل دوت. عندنا اللبن ده طبعا الجوكر بتاعنا ده الاساسي، معانا عصير البرتقال، البروكلي، السبانخ، الكمثرى، الخرشوف، حاجات كتيرة احنا مش بندخلها كتير في نظامنا اليومي. مكسرات طبعا ده اساسي، الاسماك، في ناس كتير من الجيل الجديد ما بيحبش الاسماك وهي مهمة جدا وغنية كمان باوميجا 3، التونة، السلمون، السردين، البطاطس، العناصر اللي فيها الكالسيوم، السين المجفف، الكيوي، كل الحاجات دي نعم كتير ربنا حبانا بيها بتضم كمية. طب ايه الاسباب ايه الاسباب يا دكتور ماري اللي بتخلي رغم ان ممكن نبقى بناكل الحاجات دي وبنشرب اللبن وكل حاجه لكن برضو العظم بيبقى فيه الم في العظم، يعني الجسم ما بيمتصش الكالسيوم ده، ايه اللي بيمنع امتصاصه؟ فيتامين د، كل اللي هو من التعرض للشمس. بصي هو التعرض للشمس دي موجود طبعا بتبتدي من واحنا كيدز صغيرين، يعني ما ينفعش نقول دلوقتي انا الصبح انا هروح كل يوم في الشمس، لا احنا بتبتدي من واحنا صغيرين. طبعا لازم نعمل تشيك عليها بلاب ونعرف الرقم بتاعنا الفيتامين د اخباره ايه ونبتدي ندخل الشمس، بعد كده لو ما قدرناش ناخد اي تابلت ناخد اي انجكشن عشان نرفع الفيتامين د، لان دي نقطه مهمه جدا، لان انا الفيتامين د وزود الفيتامين د انا مش هقدر استفاد من الكالسيوم بتاعي، ده المفتاح بتاعي ان انا هدخل الكالسيوم الجسم. كل فيتامين ليه المفتاح بتاعه، والفيتامين زي مثلا برضو الفيتامين سي معانا لازم يكون في حديد، فهي هذا الاثنين مرتبطين ببعض جدا، لكن ما ينفعش ان انا استفدت الكالسيوم والفيتامين د عندي واقع، ما ينفعش برضو ازود عندي فيتامين د واقع وازود الكالسيوم مش هعرف اعمل حاجه، فلازم ارفع معايا فيتامين د، ده اساسي جدا عشان الجسم يبتدي يستفاد بكميه الكالسيوم اللي انا مدخلاها. طب هل في فئات عمريه او مرحله سنيه معينه بعدها بيبقى خلاص بقى مضطر تتعايش مع الم العظام ملوش علاج؟ لا ما فيش حاجه اسمها كده، بس طبعا احنا بنفضل ان احنا نقول ان احنا ناسس نفسنا من واحنا في التينيزر او في الاطفال الصغيرين، دي طبعا مهمة جدا. بالعكس ده تماما في اصلا امراض خاصة بالعظام مصاحبة بالسن، يعني مثلا عند السيدات انقطاع الطمث يبقى مرتبط بيها بألم العظام، ده كده كده طبيعي، هل كده يبقى خلاص الست بقى انقطاع الطمث يبقى الموضوع؟ لا بالعكس، لو انا لعبت رياضة كويس، لو انا اخذت الكالسيوم بتاعي كويس وحافظت على النسبة بتاعتي، عشان دايما بنقول دايما الست اول ما يحصل ليها مرحلة المينيبوز نبتدي او انقطاع الطمث نبتدي تهتم بالفيتامينز بتاعتها وتهتم بتعمل تشيك دايما دوري بحيث ان هي ما يحصلش اي ليها مشكله، لازم اقوي العضلات بتاعتي، اعمل رياضه ريجولار، دي كلها حاجات بتخليني احافظ، لكن ما نقدرش نقول ان احنا خلاص كبرنا فما فيش بقى نهوض وما اعملش اي حاجه والدنيا، لا ما فيش الكلام ده طبعا خالص، طول ما انا بحافظ على نفسي وكل ما اخد الادفايس بتاعتي المظبوطه وابتدي اخد التعليمات بتاعتي المظبوطه واحافظ على نسبه المعادن اللي في جسمي والفيتامينز اللي في جسمي، اعمل تشيك دوري اشوف ايه اللي محتاجه جسمي وابتدي اعدله وابتدي اعمل كمان رياضه، كل ما كبرنا لازم الرياضه تبقى عنصر مهم جدا جدا في حياتي. صح. طب هسالك سؤال اخير، نقص الكالسيوم هل له اعراض نقدر نعرفها بيه انه احنا عندنا الم في العظام بس، ولا
بنعرفه من خلال التحاليل؟ يعني لازم اعمل تحليل عشان اعرف ان عندي نقص كالسيوم، ولا من اعراضه في اعراض تانية غير الم العظام اقدر بيها اتاكد ان انا عندي نقص كالسيوم؟ اول عامل الاساسي الاول هو طبعا ان انا احس بالام في العظام، خاصه الام في المفاصل. ممكن احس بوهن شويه لو عندي فيتامين د ناقص، ممكن احس مثلا بكسل شويه، بخمول. بعدها بتيجي مرحله ان انا اعمل تشيك للاب، بس واتيفر ان انا عملت تشيك لاب ولا لا، انا لو اخذت الحاجات دي مش هيضرني تماما، بالعكس يعني ببتدي. لكن اللاب بيبقى في مرحله ان انا عندي هبوط فيه جامد، فلا ممكن ابتدي اتدخل تدخل دوائي مع النظام الغذائي. لكن ان انا اعتمد على النظام الغذائي لو انا عندي دروب جامد في الكالسيوم، لا ممكن وقتها ابتدي اتدخل بتدخل دوائي. فعشان كده بنقول ان اللاب مهم لو انا عندي الام كبيره في العظم وانا ما عنديش سبب، يعني انا لسه في مرحله البلوغ، في مرحله شبابي، المفروض ان انا عظمي في الوقت ده احسن حاجه. فانا لو عندي تكسير في جسمي كله ابتدي اعمل تشيك اب، يعني ابتدي بقى اخش بقى واشوف اعمل لاب واشوف الارقام بتاعتي عامله ايه. لكن ما اقولش لا خلاص ده كل الناس كده، لا مفيش الكلام ده، لازم اعمل تحليل مظبوط واعرف الارقام بتاعتي، وعلى اساسها طبعا بتابع مع دكتور عظام هو بيظبط لي هذا، وباخد الفيتامينز بتاعتي بالجرعات المظبوطه. بالظبط. شكرا ليكي دكتوره ماري شهيد استشاري التغذيه العلاجيه، نورتينا، شكرا جزيلا. احلى مدينه على البحر الابيض المتوسط، العالم على ماء. أجمل بقعة في العالم. Thank you على المهرجان. لمهرجان العالمين في الدورة الثانية، الحدث الأهم والأبرز، سواء كنا بنتكلم على على حدث ترفيهي سياحي تنموي بكل النواحي الحقيقة. فبنتكلم على العديد من الفعاليات، في طبعا فعاليات ثقافية فنية، وبالتأكيد الفعاليات الرياضية، وكمان بيشهد العديد من الجولات. الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة قال إن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية شريك استراتيجي وطني للرياضة المصرية، وده كان أثناء تفقده مدينة العالمين أمس معه أبطال مصر في أولمبياد باريس 2024. ووزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي كان معاه كمان مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وزاروا المنطقة الشاطئية الترفيهية على هامش فعاليات مهرجان العالمين الجديدة. الحقيقة طبعا العديد من الفعاليات، وطبعا ما زال أجواء الاحتفال بأبطالنا في باريس وأبطال أولمبياد باريس 2024 لسه قائم، وطبعا تكريم كبير من الشركة المتحدة. وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي كان موجود في هذا التكريم، وزي ما قلنا لحضراتكم كمان مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عملوا كمان جولة تفقدية لمنطقة الحفلات الكبرى على هامش فعاليات المهرجان. وطبعا يذكر أن مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية اصطحب أبطال مصر في أولمبياد باريس 2024 وزير الشباب والرياضة في جولة تفقدية لكل أنحاء المهرجان وكل أنحاء مدينة العالمين الجديدة. استقبلت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أبطال مصر في أولمبياد باريس 2024، وطبعا كان استقبال كبير، وكان في العديد من التصريحات الهامة لكل الحضور الحقيقة منها بالتأكيد. وكان في برضو بعض النقاط لازم نتوقف عندها، أن الشركة المتحدة ووزارة الرياضة في تعاون كبير جدا جدا لدعم العديد من الرياضات، وخصوصا الرياضات اللي تم الحصول فيها على هذه الميداليات. يعني الرياضة زي رياضة السلاح من الرياضات اللي ما كانش
وتاخد تغطية إعلامية كبرى، لا دلوقتي هنلاقيها دايما موجودة، المصارعة هنلاقيها دايما موجودة، الخماسي كمان من الرياضات المهمة جدا اللي هيكون لها تأثير في الفترة الجاية. أحمد الجندي كمان صرح إنه كان بيشجع من خلاله، هو طبعا بيستعد علشان النهائيات، وكان أثناء هذا الاستعداد لكن كان بيتابع كمان سارة وكان بيقعد يشجعها. وسارة سمير شكرت الشركة المتحدة بالتأكيد على هذه الزيارة وهذه الجولة والمهرجان. محمد السيد كمان قال إن وزير الرياضة كان موجود في المدرجات وكان متابعه وكان بيشجعه بصوت عالي وبيقول له الميدالية يا محمد، احنا دايما بنحتفي بكل أبطالنا بالتأكيد، وكل الشكر ليهم ونتمنى لهم كل التوفيق. احنا لما قالوا ان احنا ان شاء الله هنيجي العالمين كنا كلنا سعداء وفرحانين ومتلهفين ان احنا نشارك المهرجان العالمين واهل العالمين ونقدم لهم باقوره مسحكره العرايس. العالمين تحفة بصراحة، يعني الواحد فعلا كانت مفاجأة له أكثر من اللي سمعت عنها، يعني العالمين إشي حلو وإشي جدا مرتب، وسباق جديد دخل عندكم، فإحنا قلنا خلينا ننزل نشارك ونرفع الهيت عندنا. قعدنا سنة تقريبا كاملة بنحضر وبنعلم الطلبة دي ازاي يبني عربية كهرباء. السنة دي كل جامعة حاطة انرجي وحاطة مجهود كبير جدا، احنا كمان حطينا اكبر مجهود عندنا. شرفنا اليوم بوجودنا في هذا المهرجان اللي وجدنا فلسطين حاضرة فيها جميعا، بدءا بالشعار اللي بيحكي عن العالم عالمين، وهذا الاقتران ما بين العلم الفلسطيني والعلم المصري، وهذا له دلالة رمزية عميقة جدا ومهمة جدا، بأن هذه العلاقة التاريخية تجسد اليوم حتى في هذا المهرجان وفي كل النشاطات الأخرى، وهذا حقيقة مش غريب على مصر ولا غريب على الدور الذي تقوم به الدولة المصرية ولا الشعب المصري. فعاليات ختام الموسم الخامس لمبادرة رالي السيارات الكهربائية في مصر. هي المسابقة الأولى من نوعها ويمكن حجمها الأولى في الشرق الأوسط. من الاثنين وعشرين جامعة اللي تنافسوا في الدراج ريس، مين اللي كسب؟ ده دكتور محمد يو كايرو تكنولوجي. قد ايه المهرجان ده فيه حرف وفيه صناعات صغيره ومتناهيه الصغر بتوفر فرص عمل لشبابنا ولسيدات مصر اللي موجودين في القرى وفي الريف. يا شهيد يا ريحه الصبح والليل، يا ندى الصباح
يا كحل العينين ايدين كتير اتودع وانا بسمع مدينة العالمين. وكمان الساحل الشمالي عموما المصري من احسن شواطئ ومن احسن اماكن على مستوى العالم، وده يعني حقيقه ما حدش يقدر ينكرها يعني. ف يعني كل التوفيق، وان شاء الله مدينة العالمين الجديده تكون مدينه متميزه ودايما تكون متقبله ان شاء الله. مهرجان العالمين لسه مكمل في الإبداع، لسه مكمل في الحفلات. يوم الجمعة اللي جاي إن شاء الله يكون حفل كايروكي، والمغني الصاعد توليت هيفتتح حفل كايروكي في مهرجان العالمين الجديدة بدورته الثانية يوم 23 أغسطس اللي هو الجمعة اللي جاي إن شاء الله على مسرح يو أرينا. وهيظهر المغني الصاعد اللي هو على مشهور على السوشيال ميديا اللي هو المغني الملثم وصاحب الشعبية الكبيرة مؤخرا توليت، قبل صعود فريق كايروكي على المسرح هيقدم عدد من أغنياته. الشركة المتحدة حريصة على أنه تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العالمين الجديدة عروض فنية وثقافية ورياضية وترفيهية تكون متنوعة وتناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب كمان سياح من مختلف الجنسيات. من المقرر أنه النسخة دي من مهرجان العالمين هتشهد أكثر من 20 فعالية متنوعة ما بين عروض مسرحية فنية، ودي هتكون من انتاج اشهر المنتجين وبطوله المع النجوم الكبار والفنانين الشباب، كمان مباريات لاساطير ونجوم كره القدم والسله والطايره والبادل والتنس. وكمان المهرجان هيشهد تنظيم فعاليه بايت باي ذا سي، وده هيكون حدث ضخم لافضل الطهاة في مصر، وده هيساهم في دعم سياحه الطعام لاول مره في الساحل الشمالي وفي مصر. الام الظهر يا جماعه طلعت وراثه بقى من ايام مصر القديم، يعني اي حد دلوقتي اللي هو قاعدين بنقول ايا ظهرك يا ولا ايا ظهرك يا رضا وظهرنا وجعنا وكده طلع بقى من ايام مصر القديم، فمش عايزين نقلق خالص. في دراسه جديده قالت ان الكتبه في مصر القديمه كانوا بيعانوا من نفس الاصابات اللي عندنا دلوقتي اللي بيعاني منها الموظفين طول ما انت قاعد في المكتب وقاعد وعلى الكمبيوتر وكده، فمن خلال الرسومات زي ما انتم شايفين يعني هو قاعد وفي انحناء كده في الظهر، فيعيني طلع هو كمان عنده مشكلة، والمشاكل دي بتعمل يعني من خلال ان هو بيقعد طبعا لساعات طويلة جدا جدا منكفي، او يعني الظهر بتاعه مش مستقيم، فده بيعمل طبعا بشكل كبير على ان هو يتأثر. وده ظهرت من خلال احدى الدراسات، الدراسة دي تم عملها في التشيك، وقالت ان المهام المتكررة اللي قام بها الكتبة في العصر الفرعوني والوضعيات اللي اتخذوها اثناء الكتابة زي ما حضراتكم شايفين وضعيات، بصوا يعني هو ظهره يعني منحني جدا في وضع طبيعي انه ظهره هيتعبه، الوضعيات اللي اتخذوها اثناء الكتابه تسببت بالفعل في حدوث تاثيرات سلبيه على مفاصلهم وعلى عمودهم الفقري. وطبعا سواء كان بقى زمان الكتبه كان ايام المصري القديم كان له مكانه مرموقه جدا جدا جدا، بس ده يعني لا يمنع باي حال من الاحوال ان هو كان بيقول ظهرك يا رضا ويعيني، كان عندهم نفس المشكله اللي بنعاني ليها يعني رغم كل التقدم اللي احنا فيه اللي كان بيكتبوا كده. دلوقتي احنا قاعدين نفس القعدة قدام شاشات الكمبيوتر او قدام اي مكان الوسيلة اللي انت بتعمل عليها، فبيبقى عندك نفس المشكلة. عملوا دراسات كمان عن مومياوات مكتشفة للكتبة وغير الكتبة، وضع المومياوات مختلف في العظم والعمود الفقري فعلا كان متأثر يعني. بس دي ضريبة التوثيق يعني، كتبة في مصر القديمة لولاهم ما كانتش وصلت لنا كتير من المعلومات والعلوم عن مصر القديمة.
طيب النهاردة يوم الاثنين سماء الكرة الأرضية تشهد ظاهرة اكتمال بدر شهر صفر الساعة 9:29 مساء، واللي بيسمى القمر الأزرق، نسبة لمعانه 100%. القمر ده أو ظاهرة القمر الأزرق بتتكرر كل سنتين ونص، باعتباره ثالث قمر مكتمل من أصل 4 خلال موسم الصيف في نص الكرة الشمالي. بيكون هو اسمه القمر الأزرق، لكن احنا مش هنشوفه في السماء باللون الأزرق، يعني هو يطلق عليه كده. الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية قال إنه الأقمار الزرقاء بتحصل في المتوسط مرة واحدة كل سنتين ونص تقريبا، وده اللي بيؤدي إلى ظهور مصطلح القمر الأزرق، يعني معناه يعني ان هو نادر الحدوث، كل سنتين ونص تقدر ان انت تشوف هذه الظاهره. القمر بيشرق بعد غروب الشمس مباشره، وبيفضل موجود في السماء طول الليل لحد ما يغرب مع شروق الشمس في اليوم اللي بعده. العين المجرده مش هتقدر تميز الاكتمال الحقيقي لقرص القمر، لكن احنا هنشوفه كانه بدر. والمميز في الظاهره دي انه البدر بيكون في يعني منتصف الشهر، انما احنا هنشوفه دلوقتي، فدي هتكون ظاهره بتحصل كل سنتين ونص نقدر ان احنا نشوفها بالعين المجرده النهارده ان شاء الله. اللي عايز يلحق يقول يا شايفه القمر يا ليلى يلحق النهارده، يعني النهارده يوم مكتمل. طيب من الحاجات اللطيفه جدا كمان فيديو انتشر بشكل كبير جدا على كل وسائل التواصل الاجتماعي، بنوتة صغيرة زي ما بيقولوا كده بالبلدي حريفة، عمرها 11 سنة واسمها ملك ومن الشرقية، بتلعب كرة قدم مع الأطفال في قريتها، بس بجد بجد حريفة. اتفرجوا على الفيديو، بجد بنوتة أبهرت القرية وأبهرتنا زي ما احنا شايفين بالتأكيد. كل اللي اتفرج عليها يعني كله طبعا شايف وواضح جدا ان هي عندها مهارات غير مكتسبة، دي فطرية يعني بالطبيعة، ما راحتش ولا اتدربت ولا دخلت ولا نوادي وما شابه، لكن هي عندها ده. وملك قالت ان هي بتلعب كرة قدم او بتحب تلعب كرة قدم من وهي عندها 6 سنوات، وان اللاعب المفضل بتاعها والبطل بتاعها امام عاشور هو النجم المفضل عندها. دكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية قال إن ملك نموذج من النماذج اللي بالتأكيد الموهبة بتاعتها بتستحق التشجيع، وده علشان من الواضح إن عندها الموهبة دي بالفطرة من غير أي تدريبات. ياريت إن إحنا يبقى عندنا زي الفاكرين ولغاية دلوقتي أعتقد موجودين اللي هو الكشافين اللي بينزلوا للأطفال وفي أماكن في كل كرة مصر وكل النجوع، وبيكتشفوا الأطفال الصغيرين كمان، يهتموا بقى يبقى عندنا اهتمام كمان بالمواهب النسائية أو البنوتية، طبعا البنات الصغننين اللي بيحبوا يلعبوا كرة القدم. يعني كرة القدم أصلا هي لعبة شعبية موجودة، تلاقي مفيش بني آدم في مصر بالذات الولاد يعني ما لعبش كرة قدم في الشارع زمان، على الأقل الجيل اللي فات. يعني دلوقتي بقت النوادي بس أنا عايزة أشوف بقى كمان ملك في الكابتن، يعني يا ريت مامتها تقدم لها ونشوفها، اكيد هتعمل فرق كبير قوي. تبقى يعني اول بنوته اعتقد، هتبقى اول بنوته بس، ويا ريت يتعمل نسخه للبنات لانه عندنا بنات بجد شاطرين ومحترفات في مش يعني رياضات مختلفه، بس كره القدم كمان لانها الصوره الذهنيه عنها بالنسبه لكل الناس ان هي للرجاله بس او للولاد بس، لا في بنات كتير بيلعبوا كره قدم حلوه قوي زي ملك. طيب بما انه مفيش حاجه اسمها مستحيل ابدا، فالنموذج اللي هنوريه لحضراتكم دلوقتي لبنت على كرسي متحرك، لكن كونها موجوده على كرسي متحرك ده ما منعهاش ابدا ان هي تمارس الرياضه وتعيش حياتها بشكل عادي جدا. هتشوفوا في الفيديو البنت دي بتلعب على العقله وهي على الكرسي المتحرك، وبترفع نفسها هي والكرسي، فمن الواضح ان هي يعني رياضيه وبتمارس الرياضه طول الوقت. ففكرة ان هي تبقى موجودة على كرسي متحرك ما خلاهاش تقول ظروفي مش هقدر مش هعرف، لكن قدرت ان هي تعمل حاجة مختلفة وتمارس رياضة هي بتحبها. انتوا شايفين الفيديو، يعني لو انت بتتفرج كده وتقول ايه ده دي صعبة قوي، لا في مفيش حاجة اسمها صعب، مفيش حاجة اسمها مستحيل، اي حاجة في الدنيا تقدر ان انت تعملها وتقدر ان انت تحققها ما دام انت عندك الارادة ان انت تعمل ده. فالبنت دي بجد نموذج ملهم حبينا ان احنا نعرضه لحضراتكم النهارده. لا بجد ما شاء الله، يعني حاجة تفرح، ويعني بجد الشدة دي الواحد كده يعني لو عملها مرة الدنيا هتختلف، بس يعني برضو عندي أمل بالتأكيد. يعني نروح بقى لمنطقة بجد بوعدكم اللون والجمال، شاطئ من أجمل الشاطئ في العالم وأغربهم بالتأكيد. ليه؟ لأنه زي ما أنتوا شايفين الشاطئ لونه وردي، هو اسمه كده الشاطئ الوردي، هو شاطئ من 7 شواطئ موجودين عبر العالم كله. يمكن أول ما بدأت الصور دي تنتشر قالوا
ان هي مش حقيقيه، لكن بعد كده طلع ان هو شاطئ حقيقي من جزر الكومودو التابعه لاندونيسيا. وفعلا الشاطئ ده بلون الرمل بتاعه زي ما حضراتكم شايفين في الصوره عندها طلع حقيقي. انا ما شفت الصور برده، شكيت ودخلت عملت سيرش قلت لا اكيد مش حقيقيه، لا هو فعلا لونه وردي، بيبقى اللون واضح جدا تحت اشعه الشمس والمياه الصافيه بتظهر بشكل كبير. الاسباب ايه؟ لما رجعوا بعد كده علشان يعرفوا ايه الاسباب، لقوا ان الشعب المرجانيه في بتبقى لونها الى حد ما، او فيها بتفرز ماده كده بتخليها لونها احمر الى حد ما، او لونها احمر غامق. فلما بتتكسر الشعب دي لحتت صغيره جدا بعد كده بتنتشر مع مياه البحر وتطلع للشاطئ، بتختلط مع الرمال البيضاء، فلما بتختلط مع الرمال البيضاء فبيتحولوا للون الوردي اللي حضراتكم شايفينه. فطبعا منظر ولا اروع ولا اجمل. ولما نتفرج على المناظر دي بنقول كلمة واحدة، سبحان الخالق. فاصل ونرجع نكمل مع حضرتك. بدأنا أخبارنا النهاردة مع حضراتكم عن بدء المرحلة الثانية من التنسيق الثانوي العام اللي هيبقى بكرة بإذن الله. وأمس أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي تنسيق الثانوية العامة في المرحلة الأولى النتائج بتاعتها كلها. وقلنا إن إحنا هنتكلم مع حضراتكم في نتيجة هذا التنسيق هذا العام، ملاحظ إن ارتفع بنسب طفيفة، وده طبعا بسبب زيادة معدلات النجاح. نتيجة القبول للطلاب علمي علوم في كلية الطب وصل السنة دي أو نتيجة بعد ما ظهرت 93.17%، طب الأسنان 92.8%، العلاج الطبيعي 92.19%، الصيدلة 91.7%. يعني الأرقام بالتأكيد واضح إن هي أرقام مرتفعة ونتائج عالية. نتيجة كمان القبول بكلية الهندسة نسبة 88.65%، والتخطيط العمراني 87.8%. يعني خلينا نتعرف على المزيد من التفاصيل، الأماكن لسه موجودة لطلاب المرحلة الثانية، كمان تحليل لنتيجة التنسيق في المرحلة الأولى من ضيفنا الكريم الأستاذ أحمد أبو ضيف المسؤول عن ملف التعليم العالي في صحيفة الوطن. صباح الخير وأهلا بحضرتك. صباح الخير يا فندم. صباح الخير. أهلا بك يا أستاذ أحمد. بنتكلم في حوالي 5% ارتفاع عن السنة اللي فاتت أظن، تنسيق السنة اللي فاتت. إيه تحليلك لتنسيق السنة دي المرحلة الأولى منها؟ يعني أولا بنهنئ الطلاب المرشحين في تنسيق المرحلة الأولى من طلاب الثانوية العامة في شعبتين علمي وأدبي، وهم ما يقرب من 114,000 طالب تم ترشيحهم على كليات الجامعات المصرية بمختلف المحافظات. التحليل لا، السنة دي في ارتفاع في الحدود الدنيا للكليات، القطاع الطبي خاصة والهندسي بنسبة تتراوح من 2.5% يمكن ل 4% بمختلف الكليات. عندنا بالنسبة للقطاع الأدبي انخفض عن العام الماضي، يرجع في ذلك السبب لحاجتين. أول حاجة اللي هو احنا زي ما قلنا حضرتك ان ارتفاع نسب المجاميع لطلاب الشعب العلمية علم علوم علم رياضة عن السنة اللي فاتت، فده أدى إلى الارتفاع الكبير اللي احنا يمكن بعض الأسر كانش متوقعة كده. والانخفاض برضو عشان انخفاض نسب المجاميع للشعبة الأدبية، زائد ده كله طبعا ارتبط بتسجيل الطلاب على الرغبات. يعني الطلاب هم بيقبلوا ما زالت ومسيطرة عليهم اللي هم الكليات المقدمة، الشعبة الأدبية طبعا صد علوم سياسية وألسن وإعلام وآثار، الشعبة الطبية طب بشري طب أسنان علاج طبيعي صيدلة، وطلاب الشعبة الرياضية هندسة وحاسبات ومعلومات. طيب عايزين يعني نعرف اولا نتيجه القبول بالكليات، برضو بعد ما اعلن هذه النتيجه في العديد من الكليات الموجوده في المرحله الاولى لسه اللي هو تعتبر برضو الى حد ما يقال عليها يعني تابع لكليات القمه لسه فيها اماكن، فخلينا نتكلم على هذه الجامعات. بالنسبه طبعا الكليات، طبعا هو المرحله الاولى اكتملت كل الكليات القطاع الطبي اللي هم الاربع كليات الاولى. لا بس كليات التمريض لسه لا لسه، احنا بنتكلم على الكليات اللي هم كليات اللي بيقولوا عليهم كليات المقدمه اللي هم دايما بيلجأ لهم الطلاب اللي هم دايما بيجتازوا هذه الدرجات اللي هم طب بشري وطب اسنان وصيدله وعلاج طبيعي، دول اكتملوا كل الجامعات. التمريض لحد ما وصل او يعني بالفعل قرب يوصل لهذه المرحله. الاماكن الشغاله اللي احنا ان شاء الله داخلين عليها في بعض الاماكن في كليات الطب البيطري. أيوه يمكن فوجئنا ولاول مره احنا بنشوف في بعض المحافظات ان كليات الطب البيطري بتسجل معدل
اكتر من 91.7 المنصوره والصحيح البيطري. عندنا اماكن شاغره بجميع كليات التمريض على مستوى المحافظات وطبعا المعاهد الفنيه الصحيه. عندنا بعض الاماكن برضو شاغره طلبه الشعب علم علوم، كليات الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي. عندنا طبعا كليات العلوم فيها اماكن شاغره كثيره لطلاب هذه الشعبه، وزائد طبعا كليات القطاع الانساني كلها والمعاهد اللي بتقبل ذلك التخصصات. طب ازاي انا كطالب جايب مجموع كبير يتيح لي ان انا ادخل عدد كبير من الكليات، ازاي ارتب اولوياتي، ازاي اختار الكليه دي او دي او دي؟ بيبقى متاح قدامك رغبات كتير تقدر ان انت تكتبها. طبعا يعني اول حاجه احنا بنتكلم فيها، طبعا اي طالب بيجي بيختار رغباته بيكون بتنسيق مع ولي امره. ولي امره طبعا هما بيبقوا على درايه اكتر بالتخصصات اللي بيحتاجها سوق العمل، وبالتالي بيتم ترتيب الرغبات. يعني على سبيل المثال انت حضرتك الفتره الاخيره يمكن ذكرنا قبل كده طلاب كليه الطب البشري دي رقم واحد بتكون لطلاب الشعب العلميه علوم، يليها دلوقتي كليات طب الاسنان، والبعض بيختار ويفضل كليات علاج طبيعي عن كليات الصيدله. بيقول لك دلوقتي كليات العلاج الطبيعي لها سوق عن كليات الصيدله دي بالنسبه لطلاب الشعب العلمي علوم. طب تدخل على طلاب الشعب العلمي الرياضيه دلوقتي بتلاقي دلوقتي كليات الهندسه طبعا في المقدمه، يليها مباشره كليات الحاسبات والمعلومات. ويمكن دي الحاجه اللي احنا بدانا نلاحظها ان في اقبال كبير من الطلاب في الفتره الاخيره على هذا القطاع، عشان ليها سوق اصبح لها سوق وتوسع تخصصاتها وتوسع مجالاتها. وزاد ان الدوله برضو مهتمه في التوسع بتخصصاتها ودعمها من خلال يعني دعم البرامج، زياده الدورات التدريبيه، توفير فرص العمل. حاليا طبعا العالم كله بيتجه للبرمجه، مش احنا بس، ده العالم كله بيتجه، واحنا واجب علينا ان احنا نواكب كل المتغيرات. وان احنا ننوه مره ثانيه، انا برضو ما بحبش مسمى بالتاكيد كليات القمه، لكن لازم الكليات دي تدخل تحت مسمى كليات القمه، لان هي فعلا القمه دلوقتي اللي موجوده هي دي سوق العمل على مستوى العالم مش بس عندنا هنا. طب خلينا نتكلم في مشكله الاختراب، من المشاكل المهمه جدا، ازاي الطالب يتعامل معاها وازاي بتحدث فيها التعامل ازاي؟ هي قضية طبعا أكبر مشكلة يمكن بتواجه الطلاب. ويمكن نقول برضو وننبه إن الطالب لما يجي يكتب كل الرغبات يكتب الرغبات من ذات التخصص، ده أول واحد. وطبعا لما يجي يفكر جيدا في التخصص اللي هو حبه، يعني مش يجي مثلا هو يقول لك أنا مثلا أحب أن أدخل كلية تجارة وبعد كليه التجاره يروح كاتب كليه حقوق، ويجي بعد كده يفاجئ مثلا ان الحدود الدنيا مش جايباه في منطقه ومن منطقه اخرى. دي بتبقى مشكله. المشكله الثانيه طبعا زي ما ذكرت حضرتك تقليل الاغتراب. لا، تقليل الاغتراب هي مش مشكله، هو هناك في قواعد بيتم العمل عليها. ان هو ايه هي بقى، وضحها لنا كده علشان الواحد وهو بيعمل الرغبات بتاعته يبقى عارف القواعد اللي بتتم في مشكله في قضيه الاغتراب دي، او يعني في موضوع الاغتراب، علشان يعرف يحط الرغبات بشكل جيد. اول حاجه طبعا مرحله الاغتراب تبدا امتى؟ تبدا بعد انتهاء المرحله الثانيه واعلان نتيجتها، بحيث بتكون بتشمل الطلاب المرحله الاولى والثانيه مع بعض. الامر الثاني لما الطالب يجي بيختار تقليل الاغتراب، هو اهم حاجه اول نقطه ان هو يكون مجتاز للحد الادنى للكليه في القطاع، وانا ذكرتها لحضرتك قبل كده. لو طالب مثلا جه خد الثانويه العامه من محيط القاهره الكبرى اللي هي المنطقه الجغرافيه بتخصصه بألف، وفوجئنا ان هو لما جه كتب رغباته في التنسيق ان الحدود الدنيا في القاهره الكبرى ما جابتوش، وليكن جابته محافظه المنيا على سبيل المثال. هنا لما يجي يحول تقليل الاغتراب بيتم تحويله وفقا لاقرب حد ادنى ليه. عندنا ثلاث جامعات في القاهره الكبرى، منطقه واحده، فبالتالي اقرب حد ادنى ليه هيتم التحويل ليه. يعني لو طب الاسر مش اللي هو يختارها، مش اللي هو اول موقع يعني لو فرضنا ان طب القاهره طب الاسر يعني 92 او 93%، طب عين شمس 92.9، طب حلوان 92.8، هو جاي من منيا، فتلقائي موقع التنسيق يروح محول اوريدي مباشره على حلوان، لان ده اقرب حد ادنى ليه. يقدر ساعتها هو يحول بقى تحويل داخلي من حلوان للقاهره مثلا؟ لا، تحويل داخلي ده بيبقى تحويل بقى، ده حاجات اداريه بيبقى لها قواعد وشروط وفقا لكل جامعه، ومجلس الجامعه هو اللي بيحددها. هل يجوز التحويل؟ هل الحد الادنى؟ هل المجموع يشترط؟ كل دي لها قواعد كل جامعه. لازم في اماكن اعتقد في الجامعات. نعم، في الكليات لازم يبقى كمان في اماكن. طبعا ان التحويل بيبقى نسبه 10% بس، يعني انا لو الكليه طاقتها ان هي تستحمل 100 طالب زياده عليها في التحويل تمام. طب جاي لها 400 طالب عايزين يحولوا لها، لا، بياخد الحدود الاعلى. بياخد اعلى ربع، اعلى 100 في ال 400. بيعتمد على الطاقه الاستيعابيه لكل كليه. أول طيب أول التظلمات هدف. التظلمات برضو من الحاجات اللي احيانا بتعمل شويه ارباك عند الطلبه وعند اولياء الامور، لانه بيضطر يستنى نتيجه التظلمات وبناء عليها يبتدي
بيقدم في الكليه اللي هو عايزها، وبيبقى يعني متوتر في بعض الاحيان، طب الدرجات دي هتاهلني ادخل كليه ايه؟ طب استنى التظلمات ولا التنسيق هيقفل؟ فاشرح لنا قصه التظلمات. طب قصه التظلمات طبعا الطالب لما بياخد درجات التظلم الخاصه بيه دي مش يعني دي بالعكس دي بتفيده جدا، ومكتب التنسيق عادل جدا لان كل النظام الكتروني فيه. وزاره التربيه والتعليم طبعا لما بتظهر نتيجه التظلمات بتم ارسالها بنشرتها لوزاره التعليم العالي ومكتب التنسيق، مكتب التنسيق بياخدها بيزود بيها الموقع الالكتروني، موقع الالكتروني اللي بيبدا بقى يعدل درجات الطالب، بيبدا يعدل سواء درجات المواد وكذلك المجموع الكلي، وبناء على المجموع الكلي الطالب بيتفتح له الكليات اللي هي تتناسب يعني مع مجموعه. يعني الطالب يكتب ال 75 رغبه دلوقتي ولا يكتبهم بعد ظهور التظلمات؟ لا ده هو لو كتب دلوقتي ونسق عادي وبعد التظلمات لا يحق له في المرحله اللي هي يعيد يحول في ما اسمه ايه؟ اسمها مرحله تقليل الاغتراب والتحويل المناظر غير المناظر. يعني هو يقدر بعد كده يحول على كليه وفقا للحد الادنى الجديد، لانه تحويل غير مناظر او مناظر، تمام؟ لان هو مجموعه هنا اللي هيفرق معاه. يعني لو جاله مثلا 3 4 درجات، الاربع درجات دي 1%، فممكن ال 1% ده يفرق معاه من طب اسنان لطب بشري. فطبعا هو هنا ليه حق انه يحول ومكانه بيبقى محجوز. حتى لو الكليه دي اكتفت، يعني انا دلوقتي جامعه القاهره مثلا او طب القاهره خلاص خدت الكم المحدد ليها، وبعد كده في طالب عنده تظلمات وخد درجه والمفروض مقدم وحقه ان هو يدخلها. بيبقى معمول حساب الموضوعات دي كلها من مكتب التنسيق، وبيبقى مكانه موجود وفرصته متاحه وما فيش اي ضرر عليه ولا اي حاجه في الموضوع ده بالذات. طيب خلينا نحلل سريعا بس نتيجه المرحله الاولى. يمكن اتكلمنا على الكليات العلميه واتكلمنا على الهندسيه، ما اتكلمناش خالص على الادبيه. ايه اهم او يعني شفت الترتيب بتاعهم ازاي والاهتمام والاقبال كان اكبر على كليات ايه؟ طبعا احنا زي ما كليات القطاع الادبي السنه دي هي يمكن عشان انخفاض نسب المجاميع فيها، فحدود الدنيا انخفضت فيها بدرجه يمكن بالزبط. بتتراوح فعليا من 4 درجات، يعني 1% مع على عكس العلميه ارتفعت، على عكس العلميه هو جاء طبعا انخفاض في كليات السياسه والاقتصاد عن العام الماضي بمعدل 1.5%. عندنا كليه الاعلام دخلت قربت على 1%، عندنا كليه الاثار انخفضت بنسبه تزيد عن 9 درجات، يعني معدل 1.5% أو 2.25%، ففي انخفاض. طب اقبال الطلاب، لا اقبال الطلاب ما زال اقبال الطلاب على لم يتغير في الترتيب اعتقد. يعني برضه لسه بنتكلم في السياسه والاقتصاد، بنتكلم في اعلام، بنتكلم نفس الترتيب. لا هو الترتيب مؤخرا اللي هو كانت الاثار قبل احنا دايما لما بنتكلم على الكليات العلميه بنربطها بسوق العمل، ايه المطلوب اكتر في السوق؟ حاسبات ومعلومات، ذكاء اصطناعي. في الكليات الادبيه ايه اللي فرصه في سوق العمل او في التوظيف اكبر من الكليات دي؟ طبعا الكليات دي في الاول وفي الاخر هي بتعتمد على مهارات الطالب وقدراته، واهم حاجه ان الطالب يكون متمتع ومتشبع باللغات. اللغات بيبقى مرتبطه جدا بسوق العمل في القطاعات الانسانيه، زائد ان هو لما الطالب بيحاول يربطها بالتكنولوجيا ويكون ياخد دورات تكنولوجيه دايما ويكون رابطها دايما بالخاصات الذكاء الاصطناعي فيما يتعلق باللغه، ده بيفيده كتير في سوق العمل وبيخليه مؤهل جدا انه يكون مطلوب في اي شركه وفي اي مكان انه يعرف يعني يشتغل. يعني ألسن مثلا تاتي في مقدمه الكليات المطلوبة في سوق العمل؟ طبعا طبعا اقتصاد واقتصاد والسن واعلام، لا كل ده مطلوب، بس اهم حاجه ان الطالب يشتغل ازاي، يشغل نفسه ازاي، ازاي يشبع نفسه بالمهارات، ازاي يشبع نفسه بالامكانيات، هل يكتفي ان هو يكتفي بال4 سنوات مراحل الدراسيه فقط وبعد كده يقول لك انا عايز فرصه عمل، ولا هو في الدراسه بينمي مهاراته؟ ودي يمكن ان الجامعات حاليا بدات تنجح في هذا الشان، ان هي بدات تفتح للطالب اكثر من مخرج انه يقدر يتعامل، ينمي مهاراته، انشطه طلابيه، دورات لغات، تدريبات في شركه في كبرى الشركات، الحاجات دي بدانا نشوفها يمكن على ارض الواقع يمكن من 5 سنين اللي فاتوا في تطور كبير في هذا القطاع. ده كل التخصصات بناكد مره ثانيه، مش بس فقط الادبي لكن علميا كمان والهندسيا وكده، كله دلوقتي ما فيش حد حاجه اسمها انت تاخد الشهاده وتكتفي، وما فيش حاجه اسمها كده، لازم وتبتدي وانت طالب تبتدي تنزل سوق العمل. شكرا للاستاذ احمد ابو ضيف المسؤول عن ملف التعليم العالي في صحيفه الوطن، شرفتنا وافدتنا. فاصل ونرجع نكمل مع حضرتك. شروط الانضمام للمسابقة الوطنية لشباب المبتكرين: أن يكون طلاب الفريق مقيدين رسمياً بأحد المدارس المصرية بالمرحلة الإعدادية أو الثانوية، أن يتكون الفريق من 2 إلى 4 طلاب، أن يكون جميع أعضاء الفريق الطلابي مصريين الجنسية، أن يتضمن التقدم للمسابقة وجود مشرف من المدرسة التابع لها الفريق
إفادة بموافقة إدارة المدرسة التابع لها المشرف بالإشراف على الفريق الطلابي، معتمدة من مدير المدرسة ومختومة بشعار الجمهورية ومرفق نموذج للإفادة، سيكون عاملاً إضافياً وليس شرط إذا كان الفريق قد خاض مسابقات محلية أو دولية. مصر دايماً ولادة، مصر فيها من كل الأعمار وكل الفئات شباب مصريين عندهم أفكار خلاقة تقدر إن هي تغير وتفيد وتطور المجتمعات. صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ التابع لوزارة التعليم العالي بيشتغل على دعم المبتكرين المصريين في كل المراحل التعليمية، سواء ما قبل الجامعي أو التعليم الجامعي أو الخريجين والباحثين، بالإضافة كمان لخدماته لدعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة. النهاردة هنتكلم أكتر عن تفاصيل المسابقات والخدمات اللي بيقدمها الصندوق للمصريين من ضيفنا اللي مشرفنا الدكتور هاني عياد المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ في وزارة التعليم العالي. أهلا بك يا دكتور هاني. أهلا بحضرتك يا دكتور. سريعا خلينا ناخد كده نبذة سريعة عن الصندوق وياخد الخدمات اللي بيقدمها وبعد كده نبقى نتكلم عن المسابقة. الصندوق بدوره أو سبب نشأته هو لدعم المبتكرين والنوابغ بغض النظر عن المراحل العمرية ليها. الصندوق بيقبل طلبات الباحثين ورواد الأعمال لمشروعات بعينها بيتم دراستها وبنشتغل على عملية دعمها وعنده الآلية كمان للاستثمار فيها. يعني هو الصندوق خرج شوية في نشأته من الدور أو الإطار المحدد الحكومي للصرف على المشروعات البحثية. كمان عنده الآلية للتعامل مع جميع الجهات الحكومية والخاصة والأهلية كمان. إزاي بيتم البحث في الأفكار المتقدمة؟ يعني كل الأفكار بتقبلوها ولا في شروط معينة للأفكار تقولوا دي فكرة ينفع تتطور فيلا نتدرب يلا نكبرها؟ يعني خلينا نفصل الموضوع جزئين، جزء خاص يمكن بالنوابغ وجزء خاص بالمبتكرين. لو هنتكلم على الأفكار اللي هي نقدر نقول أفكار للمبتكرين، بيبتدي الموضوع بكول، بنفتح زي نداء في سواء جوه المدارس أو في الجامعات أو حتى للمراكز البحثية وخلافه. بيبتدي المتسابقين يبتدوا يقدموا الأفكار بتاعتهم، بنبتدي نعمل مرحلة أولية من الفلتريشن، يعني نشوف تصفية. قابلية تصفية أولية كده، نشوف قابلية الفكرة يعني ومدى يعني جدوى الابتكار فيها. وبعد كده بناخدها كمان لنقطة تانية، بنشوف مدى تحويل الفكرة دي، هل دي فكرة فعلا تنفع ان هي تبقى مشروع يتم تمويله، ولا هي في حاجات بتبقى كويسة جدا ولكن بيبقى من الصعب شوية تحقيقها. ولكن مع نضج المراحل العمرية بتبتدي طبيعة الفكرة دي او طبيعة المشاريع اللي بتتقدم تكون ليها قابلية لتحويلها لمشروعات استثمارية يعني. طيب وانت بتتكلم دلوقتي يا دكتور قلت لنا لا خلينا نتكلم عن جزئين، جزء خاص بالنوابغ وجزء خاص بالمبتكرين. خليني كده كمشاهد مش فاهم ايه الفرق ما بين النوابغ والمبتكرين في التعريف عندهم كمان من خلال التعامل. طيب النوابغ ده اللي هو الشخص الجفتد، يعني عنده موهبة، قد تكون الموهبة دي علمية، فهو ممكن يبقى شاطر جدا في الرياضيات، شاطر جدا في الفيزيكس، شاطر جدا في الكيمستري، مميز في هذا النوع من العلوم بس يعني بس ما وظفهاش يعني. مظبوط. فبنشتغل على برامج ان هي ازاي بتتعمل مسابقات للطلبه دي علشان ان احنا نقدر اطور النبغ ده واوجهه بالزبط. ناحيه الابتكار بالظبط. يعني دي مرحله اولى والثانيه المرحله الثانيه يعني نقدر نقول كده. طيب ايه الانشطه اللي بتقدموها بقى او ايه البرامج اللي بتقدموها للمبتكرين؟ طيب عندنا البرامج اللي بتقدم للمبتكرين برضو في منهم ما قبل الجامعي وخلال فتره الجامعه وفيما بعد. ما قبل الجامعي في يعني المسابقه الوطنيه ودي خاصه بطلاب المدارس بالتعاون مع وزاره التربيه والتعليم الفني على مستوى المديريات التعليميه كلها.
بيقدموا فيها طلبة المدارس، وبيبقى فيها إشراف مشترك ما بين أساتذة من الجامعة أو اللي هم احنا بنسميهم الامباسادرز الخاصين بالصندوق، أو الـ 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 الأشخاص اللي جوه كل جامعة التابعين للسفراء سفراء الصندوق جوه الجامعات، وهم اللي بينسقوا مع المدارس. وكل كل كل فريق طلابي بيقدم الفكرة بتاعته، وبنعمل برضو تصفية أولية، وبناء على التصفية الأولية بنختار 50 مشروع. كل مشروع بياخد مبلغ تمويلي علشان يبتدي فكرة البروتوتايب، تحويل الفكرة شوية إلى منتج أولي، وبيتعين له حد استشاري يتابع معاه المشروع، وبعد كده يدخل نعمل تصفية تانية، وبعد كده نعمل لهم مرحلة تدريبية شوية أدفانسد، وبعد كده الفرق المؤهلة بتاخد يعني تمويل في هيئة منحة يعني. طب خلينا بقى نبتدي نتكلم على المسابقات، مسابقة أولمبياد شركات، مسابقة الوطنية للابتكار. فخلينا نتكلم بقى إيه شروط المسابقات، إزاي بيتم الاشتراك فيها، بتبقى متخصصة. خلينا نبتدي بالأول أولمبياد الشركات. طيب أولمبياد الشركات دي مسابقة بتتم جوه الجامعات المصرية، المتقدمين فيها بيبقوا طلبة من الجامعة، يعني طلبة مسجلين في جامعة من الجامعات المصرية، سواء خاصة أو أهلية أو جامعات حكومية. ما بيشترطش جنسية معينة هي اللي تقدم، احنا بالعكس ده احنا عاملين ادفانتج كمان للفريق، او عاملين ميزة للفريق اللي هيبقى مقدم ومعاه بس لازم يبقى فريق لازم يبقى فريق. الحد الادنى ان هم يبقوا 2، بنقدر نقبل لغاية 5 افراد للفريق الواحد. ويمكن هو ده حتى في طبيعة الشركات الناشئة، دايما العدد الامثل لبداية الشركة ما يقلش عن فردين، علشان نراعي فيهم جزئين، الجزء التكنيكال او الجزء التقني في الموضوع، والجزء الخاص بالبزنس يعني، او فكره الاداره يعني فكره الاداره للمشروع. بيقدموا بيتعمل تصفيات اوليه جوه كل جامعه، وبعد ما يتعمل تصفيات جوه كل جامعه اول 3 مشاريع متاهله في الجامعه بنبتدي ناخدهم لمرحله تانية، وهي التصفيات الاقليميه على مستوى 7 أقاليم، مجموعة الجامعات الموجودة تبع لإقليم معين، يبتدي التصفية على كل إقليم، وبعد كده بيتعمل بوت كامب ويتصفى. عندنا نماذج تقدر تقولها لنا عن المشروعات دي؟ عندنا نماذج، لان احنا في جزء من المشاركين من يمكن اللي مثلوا مصر في مسابقه هالت برايز ومسابقه انكتس، دول كانوا احدى البرامج اللي معمول لها سبورت او معمول لها دعم. دي مسابقات اقليميه ولا دوليه؟ دي مسابقات بتتم على مراحل. المرحله الاولى بتبقى مسابقات محليه، يعني بيتم التصفيه على مستوى الاقاليم او المحافظات المصريه، وبعد كده بيؤهل فريق واحد من مصر علشان يشارك في التصفيات العالمية. الفائزين كانوا من جامعة عين شمس وشرفونا في انكتس. بتوع انكتس كان الفريق الثاني جامعة عين شمس، الفريق الأول كان الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، والثالث تقريبا كان كفر الشيخ. اوكي طيب نتكلم بقى عن المسابقة الوطنية للابتكار. المسابقة الوطنية للابتكار هي بصراحة يعني واحدة كده من المسابقات العزيزة على قلب الواحد، لأن هي موجهة للطلبة ما قبل التعليم الجامعي. ويمكن الـ الشباب والبنات في مدارس الستم يعني طالعين بمنتجات وبأفكار وبأفكار لمشروعات فعلا يعني هي نقدر نقول عليها مبتكرة جدا، ولكن عندهم لسه شوية المرحلة بتاعت ان هو يقدر يبلوروا في شكل يعني ممكن. نقدر نقول ان البرودكت نفسه يقدر ان هو يبقى يتعمل له بس شوية. بس ايه منها المشروعات دي نقدر نقول انه ده له مستقبل انه يتحول فعلا لمشروع او لشركة ناشئة؟ لا يعني كتير يعني كتير قوي منها احنا بنتكلم. طيب مجرد امثله يمكن بس عشان يمكن احدى الـ المشروعات يعني، ودول شاركوا في اكتر من مسابقه ثانيه وطلعوا بره مصر، هو كان بديل لواحد من الادويه اللي بتتاخد للانتحار، ولكن هي في نفس الوقت هي سماد
للزرع، يعني هو سماد لان هو بيقتل بعض الميكروبات والديدان الضارة يعني للثمار. ففي طالبة عملت بديل لده غير ضار وبتكلفة اقل بكتير جدا، لان هو تقريبا ابتدى يزيد الطلب عليه الفترة الأخيرة، فسعره زاد جدا في السوق، فده بديل لي وفي نفس الوقت هو بديل آمن غير ضار، يعني لو الشخص الطبيعي يعني تداول منه يعني ما بيحصلوش حاجة. ودي كانت بتبقى مشكلة كبيرة قوي عند الأطفال لأنهم مش بيميزوا عن طريق الخطأ طبعا. لا قدر الله ممكن يحصل ده. في العديد من المشروعات بالتأكيد، يعني حضرتك لازم تشرفنا مرة تانية ونتناول العديد من النماذج. شكرا دكتور هاني عياد المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ وزارة التعليم العالي، شرفتنا وأفدتنا. شكرا لوجودك معنا. الانترنت واللي بيعمله الانترنت والاطفال وجودهم على الانترنت، الحقيقه اتكلمنا يمكن وكان امبارح في تحذير من اليونيسف ان اكتر من ثلث مستخدمي الانترنت دلوقتي في العالم اطفال. الاطفال بقى يعني تحذيرات دوليه، مش ان احنا بنحذر بس حضراتكم، لا ده تحذيرات دوليه من استخدام الانترنت، ان هو مش فقط بيستخدم طبعا كوسيله للتصفح، او ان انت زمان اول ما طلع كنا فرحانين جدا جدا ان هو في تواصل اجتماعي وتدخل في ثانيه تلاقي المعلومه، وكنا متخيلين ان هو ده هيستخدم او ده هتبقى استخداماته. لا للاسف دلوقتي بنشوف استخدامات سيئه جدا جدا، بنشوف جرائم بشكل كبير جدا له تاثيرات سلبيه جدا جدا وخصوصا على الاطفال. استخدام الأطفال للإنترنت دلوقتي بقى كارثي، اتحول من وسيلة للرفاهية لبعض الأطفال بيبقى عندهم لدرجة الإدمان، بعض الأطفال بيؤدي إلى مبادئ مش عايز أقول طبعا توحد، لكن بيبقى عندهم إن هم عايزين دايما يقعدوا لوحدهم قاعدين قدام التليفون بتاعهم، عاملين دائرة مغلقة حوالين هم والتليفون أو سواء ما كان بقى تابلت أو اللي بيستخدموه. النهاردة هنتكلم على هذه المخاطر وإزاي إن أنت تتعامل مع طفلك عشان تحاول إلى حد ما ان انت تبعده عن مخاطر الانترنت. بيشرفنا الدكتوره هبه اسماعيل اخصائي تعديل السلوك. صباح الخير يا دكتور. صباح حضرتك. اهلا بك يا دكتور. يعني أهلاً والله بحضرتك. وانا بسمع مقدمه اسماء عارفه يحضرني احمد مكي يقطع النت يعني تحديات التربيه دكتوره هبه للاباء والامهات في الزمن ده بقت اصعب كتير من زمان، لانه مع وجود الانترنت بقى ابنك او بنتك ممكن يدخل لعالم اخر انت ممكن تكون متعرفش عنه حاجه. ده حقيقي. بصي هو انا مش هقدر اقول ان ده غلط ولا صح، لان هو ضروره. يعني استخدام الانترنت دلوقتي استخدام الانترنت دلوقتي عند كل الناس كبار وصغيرين شغل وبره الشغل، هي حاجه بقت موجوده ومش سهل ان احنا نستغنى عنها، لان هو موجود في التعليم، موجود في الكليات، هو موجود في كل حته. بس لو هنتكلم فاهمه الكلام اللي كل الناس هتفهمه، لو انت بابا وماما عايزين تريحوا دماغكم ومش عايزين الطفل يزن، واحنا بنتكلم على السن الصغير دلوقتي، ومش عايز الطفل يزن وسايب له تليفون او تابلت او تلفزيون مفتوح، ما تلومش غير نفسك. يعني مش هيسمع لهم صوت وهيبقوا في هدوء تام، بس في نفس الوقت انت بتديهم يعني بعد الشر يعني بس السم بمعلقه بالظبط. معلش هو بابا وماما هم اللي بيوروا التابلت، هم اللي بيوروا التليفون، وهم اللي بيفتحوا التلفزيون طول النهار عشان ماما تعرف تخلص شغلها، عشان ماما تعرف تخلص شغل البيت حتى لو هي مش امراه عامله، وعشان بابا مش موجود. مش عايزين برضو نصعب الامور على الاباء والامهات، لانه احيانا الام او الاب بيحاول يمنع والطفل يزن ويصر ويقعد يعمل بقى يعني قلبان لحد ما يحصل على التابلت او على الموبايل. استجابه البالغين للزن والعياط والصريخ والدبدبه وكل ده هو اللي بيعمل المشكله. بصي الطفل ذكي جدا جدا، يعني هو بذكائه بيتفوق على الكبار، لان هو عارف ان هو هيزن يزن 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 لحد ما يوصل للي هو عايزه. لو زن وما وصلش خلاص جرب مره واثنين وثلاثه واربعه مش هيجيب نتيجه وما جابش نتيجه. فبصي انا وابني وهو صغير كنت اقول له لما تخلص هتبقى قول لي فيقوم مخبط لي انا خلصت بعد كده بقى نبدا نتكلم ونتناقش. انت عايز ايه؟ انا عايز كذا. طيب انت هتعمل ايه عشان تعمل كذا؟ انت اوضتك مش متوضبه؟ تعال نملى ازايز المايه. تعالى مش تديله مهام يعملها في اليوم بالزبط. يشغل وقته طول ما ايد الطفل ودماغه مشغولين، والله في اي سن في اي سن، من انا بتكلم من اول سن سنه، طول ما ايده مشغوله حتى لو في لعب
او دماغه مشغوله في تاسك او مهمه انا بديهاله، انت مش هتواجهي المشكله دي خالص. وتخلي الموبايل او التابلت او حتى التلفزيون لو حتى فيلم كرتون مكافاه، فهيسعى للحاجه اللي هو عايزها، مش هتبقى جزء روتين من يومه. لا هيبقى مكافاه. لا هيبقى بالظبط، هيبقى مكافاه. اشغليه. ده بالنسبه للسن الصغير. هنكبر شويه هنروح في حته احنا محتاجين جوجل كلاس رومز، لان دي بينزل عليها الهوم وركس والتاسكس والاساينمنتس اللي بتيجي للولاد من المدرسه. فهبدا اخليه يستخدم ده، عشان برضو انا ما ينفعش اوصل لسن ابني لا عارف يستخدم تليفون ولا عارف يستخدم لابتوب ولا عارف يستخدم كمبيوتر. هيوصل لحته احنا هنبقى في حيطه سد، هيبقى عنده مشكله تانية في التعليم، وهيبقى عنده مشكله زي اللي احنا كنا بنتكلم فيها، ان هو كل اللي حواليه فاهمين وهو مش فاهم، فهو حاسس يعني سوري بالدونيه ان هو اقل. احنا مش عايزين الطفل يوصل لده، احنا عايزينه يبقى عارف كل حاجه بس بشكل معتدل. فلما بيوصل لسن هو خلاص لازم يكون قدامه تابلت او تليفون، ده بقى بنبدا نروح في حته تانية اللي هي السوبرفيجن، الرقابه. طب خلينا قبل ما نروح للرقابه، مش لازم ناخد كل حاجه بالاكستريم او يعني بالحدود القصوى بتاعتها. هل فعلا اي دلوقتي ام بتتفرج علينا واحنا بنقول مقدمه، هل في حاجه اسمها ان طفل يبقى مدمن للانترنت؟ عشان نقول لهم ايه خطوره الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه. لا بصي، هو الادمان في اي حاجه، انترنت، اكل، اي حاجه فيها ادمان خطر. ايه العلامات؟ ايه العلامات؟ والله لسه كنت هقول ايه العلامات. هتلاقيه متضايق، بيعيط، متعصب على ولا حاجه لو معهوش الانترنت. لو ما معهوش الحاجه اللي هو عايزها ايا كانت، يعني ايا كانت. واحنا لو بنتكلم عن الانترنت، انا شلت من قدامه الحاجه اللي بتسبب له سعاده، واحنا بني ادمين. معلش احنا قاعدين اهو، انت مش عايزه تبقي مبسوطه، مش عايزه حاجه تسليكي، هو بالنسبه له عايز برضو اللي يسليه. بالنسبه لها الاكل. كل واحد ليه كل واحد ليه حاجه. هو بالنسبه له طفل ما عندوش اي مسؤوليات في الحياه، طفل صغير لسه لا بيشتغل ولا ورا حاجه، فهو عايز الحاجه اللي تسليه وتبسطه وتخليه حاسس بسعاده بالغه. فانت لما بتشيليها منه اعراض انسحاب بالظبط، انت بتستثيري كل اعصابه ان هو يبدا يكسر ويقطع ويبهدل. ما هو عايز بقى اللي هو عايزه. وقت قد ايه علشان يبقى مش شخص مدمن على الانترنت؟ الطفل صغير على حسب المرحله السنيه زي ما قلنا، وفي نفس الوقت على حسب الانشطه اللي هو بيعملها. يعني مثلا لو الطفل بيروح نيرسري او حضانه وعنده نص اليوم صاحي من بدري لحد الساعه مثلا 2 او 3 هو بيعمل حاجات لا تتضمن انترنت. هيرجع عايز ياكل، هنديله شاور شويه وهيبدا ياكل، ممكن نفتح له التلفزيون نقول له يلا بقى ايه لو خلصت اكلك هنقعد ايه نتفرج على الفيلم ده كله. بعد كده ينزل تمرين او انجيجمنت، او خليه يبقى في ايده حاجه بيعملها، يلون، يكتب، حتى لو حاجه يمسك ورق ويشخبط، عنده لعبه بيحبها او حتى ما بيحبهاش هاتيها له عشان يبدا دماغه تتشغل في حاجات تانية. لعبه الكترونيه ولا لا، ولا لعبه يدويه بتكون افضل في الاول في السن الصغير؟ يعني يستحسن بلاش لعب الكترونيه، عشان اي حاجه فيها كهروماجنتيك فيلد او اللي هي فيها ذبذبات دي غلط على دماغ الطفل. فخلينا نبعد شويه لحد ما يوصل مثلا سن 3 او 4 سنين. بالظبط. من سن كام اخليه يبتدي يستخدم الانترنت؟ ومع ان هو بيكبر كام ساعه في اليوم؟ من 4 ل 6 سنين الماكسيمم. الماكسيمم من ساعتين لثلاثه. مش ده كتير برضو؟ متفرقين بقى السنين. مش ورا بعض. في حاجه اسمها سكرين تايم. انا السكرين تايم بتاعي الصبح ساعه، بعد الظهر ساعه، وبالليل قبل ما تنام هفرجك على حاجه لطيفه او هسيبك تلعب جيم لطيف. قبل ما تنام دي ما بتبقاش غلط انه الطفل اخر حاجه يتعرض لها قبل ما ينام يكون حاجه الكترونيه؟ مش لازم قبل ما ينام على طول، ومش لازم تبقى قريبه قوي منه. يعني كل ما بعدت كل ما بقى احسن. ولو بنتكلم برضه على سكرين تايم، انا ما بتكلمش على الموبايل بس،
موبايل او تابلت او تلفزيون، اي حاجه تخليه. انا بالظبط انا ملاحظه ان انت رابطه ما بين التلفزيون وان انا اتفرج على حاجه مع الانترنت، لا انا عايزه اخلي موضوع انترنت الالعاب الالكترونيه السيرشنج اللي هو بيعمل سكرين واللي هو بيقعد سكرول ويقعد يتفرج على فيديوهات، ده الانترنت اكتر من ان هو بيتفرج على التلفزيون. ده ما ينفعش خالص، لان طبعا هي ما عليهاش اي سوبرفيجن. انت لو فتحتي اي حاجه من مواقع التواصل الاجتماعي او الحاجات اللي فيها فيديوهات زي اليوتيوب او التيك توك، هل انت تقدري تعرفي انا بتفرج دلوقتي على ايه؟ ما اقدرش. فلازم يكون في ابلكيشن عندك او عندك ام واب يبقوا شايفين ابنهم بيعمل ايه، ودي موجوده، موجوده في الاندرويد وموجوده في الاي او اس، الاثنين موجودين. هم بيبقوا عارفين بيقفلوا له التليفون ويفتحوه امتى، بيتفرج على ايه وما بيتفرجش على ايه، وبينستولوا حاجه اسمها كيدز بروفايل. دي حاجه كل الحاجات اللي هتظهر على الشاشة بتاعة تليفون ابنك أو تابلت ابنك بتبقى ظاهرة عندهم. يعني الحقيقة مسؤولية كبيرة جدا جدا جدا، يا رب يكون الجميع قدها. شكرا الدكتورة هبة اسماعيل أخصائية تعديل السلوك، شكرا شرفتينا وقفتينا. خلصت شكرا. حلقتنا، خلي بالكم من ولادكم يا جماعة، بلاش ان احنا نقعد 24 ساعة على الانترنت، دي حاجة خطيرة جدا جدا. خلصت حلقتنا، بكرة ان شاء الله يوم جديد حلقة جديدة 8 الصبح، ابدأ يومك صح.